هذه وثيقة حكومية ولا وثيقة رئاسية؟ بمعنى لما عنوان الوثيقة بيقول إيه؟ هذه وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة. هل هذا يعني أن هذه الوثيقة قدمت للسيد الرئيس واعتمدها السيد الرئيس وبالتالي كجزء من برنامجه، أو هي التوجهات الرئاسية للفترة المقبلة؟ ده عنوان الوثيقة، فهي وثيقة رئاسية ولا وثيقة بحثية ولا وثيقة حكومية؟ بصي حضرتك يا فندم، يمكن حضرتك أصبح هناك نهج واضح جدا في آلية صنع القرار في مصر، هو مسألة المشاركة. احنا النهاردة انتهى المشروع البحثي بعد 6 شهور، وتم رفعه إلى رئاسة الجمهورية، وجاء الرد من الرئاسة بأهمية طرح هذه الوثيقة للحوار. هذا النهج أصبح نهج ثابت في الفترة الأخيرة. شفنا وثيقة سياسة الملكية بتطرح للحوار، شفنا في حوار وطني بيناقش الملفات الاقتصادية، شفنا مؤتمر اقتصادي بنستمع فيه للحوار والآراء والخبراء، وأيضا جاءت هذه الوثيقة لكي تطرح أيضا للحوار. فهي الوثيقة تم إعدادها من مركز بحثي بناء على تكليف من السيد رئيس الوزراء، وبعد طرح أفكارها على السيد رئيس الجمهورية جاءت التوكليفات الرئاسية بطرحها للحوار والتفنيد التفصيلي لكل ما ورد بها من أفكار. وخليني هنا يا فندم أقول نقطة المستهدفات التي تم وضعها في الوثيقة، ويمكن دي النقطة اللي حضرتك أثرتيها بالأمس. إحنا عملنا إيه يا فندم؟ إحنا بدأنا نشوف مصادر مصر من النقد الأجنبي، وبدأنا نشوف تطور هذه المصادر من خلال نموذج اقتصادي تم بناؤه بيحلل ويشرح الاقتصاد لمدة 40 سنة. مثلا على سبيل المثال بقينا نشوف ايه اللي حصل في ال6 سنوات الاخيره. مثلا الاستثمار الاجنبي في مصر كان ينمو سنويا ب 8.4% في ال6 سنوات الاخيره، ووصل حتى سجل 9.7 مليار دولار. طب احنا قلنا هننمو بقدر ايه؟ قلنا 10% عشان نسجل 19 مليار دولار بحلول عام 2030. طب هل هذا الرقم يمكن تحقيقه؟ قطعا يمكن تحقيقه، لان النهارده الدوله بتتبنى المشروعات اللي بتتم عشان خاطر الهيدروجين الاخضر، المبادرات اللي بتتم عشان التصدير العقاري. يمكن حضرتك شفت اجتماعات السيد رئيس الوزراء والتقارير الدوليه التي صدر عن مصر ومدى هي سوء واعد في مساله التصدير العقاري. المنصات اللي بيتم اعدادها زي ما هو منصه نوفي، وكل هذه الامور هي امور هتشجع الاستثمار. نمسك السياحه مثلا، احنا بنقول والله انه السياحه كانت تنمو بمعدل سنوي 19%، طب حطينا معدل كام؟ 20%، 1% زياده فقط. طب هل ال 1% ده نستطيع ان نحققه الزياده عن ال 19%؟ طبعا نقدر، مع ما يتم من خلال محاوله استجداب جذب جنسيات جديده، ويمكن تم طرح لماذا حدث لو كسبنا عدد من السائحين الصينيين واصبحوا النهارده من الانفاق من اعلى انفاقا في العالم، وهكذا. الصادرات نفس الموضوع، بقينا نبص معدل نمو ونحط مع معدل نمو قابل للتنفيذ.